انضم إلينا من كييف مراسلنا عامر العروقي، ومن موسكو مراسلتنا أريج محمد. سأبدأ بداية مع عامر العروقي. عامر، ما آخر التطورات الميدانية الآن بالنسبة للجبهات المشتعلة؟ أيضا ما قيل بأنه يعني هجوم مضاد يبدو بطيئا أو معدوما، هل هناك تقارير؟ فعليا ماجد، الجانب الأوكراني أقر بصعوبة الهجمات الذي يشنها، وجاء ذلك على لسان هانيا مليار بقولها بأن القوات الأوكرانية تواجه دفاعات روسية شديدة، خاصة وأن الجانب الروسي متحصن ومتحضر لمثل هذه العمليات حسب ما يرى مراقبون منذ ما يقارب من 10 أشهر. لكن الجانب الأوكراني ما زال يقول بأنه يسيطر على بعض مناطق ويحرز تقدما في بعض مناطق أخرى. على صعيد الجبهات تحديدا في جنوب أو شرقي البلاد، تقول القيادة الأركان القوات العامة للقوات الأوكرانية، قالت بأنها تصدت لما يقارب 40 اشتباكا قام به الجيش الروسي على محور مدينتي أفديفكا وأيضا مدينة ليمان، وما زال القتال مستمر في مدينة باخمود. وهذا ما يؤكده الجيش الأوكراني وما يؤكده المتحدث باسم مجموعات الشرق بقوله بأن الجيش الروسي بات يكثف من هجماته الصاروخية على كل من ليمان وكوبيان الواقعة في مقاطعة دونيتسك. في المقابل أيضا تقول أوكرانيا أو يقول الجيش الأوكراني بأن الجيش الأوكراني في المناطق الجنوبية وتحديدا في محور مدينة زابريجيا ما زال يتقدم نحو مدينة ميليتوبل وأيضا مدينة بريتيانس، خاصة وأنه يسيطر على ما يقارب من 113 كيلومترا بعمق 7 كيلومترات داخل هذه المقاطعة. لكن هنالك صعوبات يواجهها الجانب الأوكراني وهي خطوط الدفاع الأوكرانية، وهو أيضا ما صرح به الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأوكراني، وقال بأن الهدف الأساسي في هذه العمليات هو تدمير الدفاعات الروسية على حد وصفه. ماجد، طيب دعني أذهب إلى أريج محمد من موسكو. أريج، أيضا هناك تطورات، هجمات كبيرة كانت بالمسيرات على العاصمة الروسية موسكو، يعني مسلسل هذه الخروقات صحيح أنه مستمر لكن استطاعت القوات الروسية صدها، كيف يبدو الوضع من هذه الناحية؟ ماجد، نعم هناك تحديات على ما يبدو تمليها المرحلة الراهنة من الهجمات والعمليات العسكرية المستمرة جنوب وشرقي أوكرانيا، خصوصا مع تصعيد كما يقول الجانب الروسي يقوم به الجانب الأوكراني في إطار ما يسميه بالهجوم المضاد الذي لا زالت القوات الروسية تتصدى له. أحد ملامح هذه المرحلة الأبرز ربما هي الطائرات المسيرة الأوكرانية التي باتت تصل إلى مناطق في العمق الروسي، ليس فقط في شبه جزيرة القرم أو نواحي بيلغراد وكورسك بريانسك، وإنما أيضا في العاصمة أو قرب العاصمة الروسية موسكو. اليوم وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن إحباطها وتحييدها لثلاث مسيرات أوكرانية، قالت إنها كانت تستهدف أعمالا إرهابية في مناطق من مقاطعة موسكو. نحن نتحدث عن منطقة نرفا مينسك التي تبعد عن العاصمة الروسية مسافة نحو 85 كيلومترا. هناك وفقا لحاكم مقاطعة موسكو أندري فرابيوف تم هذا الإسقاط باستخدام طبعا أدوات الحرب الإلكترونية كما يسميها الجيش الروسي. وهذه طبعا الحادثة اليوم تذكرنا بما كان قد وقع قبل أيام في أواخر مايو الماضي أيضا، حينما كان هناك هجمات بثمان مسيرات أوكرانية استهدفت منطقة العاصمة الروسية موسكو. أيضا تم إحباط هذه الهجمات وكانت تأتي حينها كما ذكرت السلطات الروسية على وقع نجاح ضربات روسية استهدفت مراكز قرار في أوكرانيا. طبعا هناك من يربط ماجد حقيقة بين تطورات اليوم وتصريحات صدرت عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو يوم أمس، حينما هدد الجانب الأوكراني من استهداف شبه جزيرة القرم بصواريخ غربية بعيدة المدى. في هذه الحالة قال شايغو ستكون موسكو ملزمة بالرد عبر استهداف مراكز القرار أو صنع القرار الأوكراني في أوكرانيا، وهذه المراكز على ما يبدو عديدة وكثيرة وتعلم بها موسكو. من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن كييف مراسلنا عامر العروقي، شكرا جزيلا لكما.